ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، هكمل لكم الحكايه، لكن ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه مع تفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. بعد شويه في احد البازارات ساب زاهر تليفونه على المكتب بعد ما نفخ بضيق، وافتكر حسنى لما سابت البيت من يوم الليله اللي حصلت بينهم وراحت قعدت في بيت ابوها. حاول يتجاهل ده، ولكن هي طول الوقت قدام عينيه وشغله تفكيره. قطعوا الراجل اللي دخل وقال انا وصلت الظرف لست حسنى وهي فتحته واخدت منه جزء وادتني الظرف تاني، وكمان قالت لي اوصل لحضرتك انك تفضي المخزن عشان هي محتاجاه من اول الشهر الجاي. اخد زاهر الظرف وشاف فيه الفلوس ووقف بغضب وقال تمام روح انت شوف شغلك. الراجل مشي، وزاهر كمان قرر انه لازم يحط نهاية للموضوع ده. وفي المستشفى دخل جواد لمكتبه وهو بيقرا ورقة، وتعصب قوي لما شافها لانها كانت طلب مد اجازة الإلاث. وقف وخرج من المكتب وسأل عليها، والممرضة قالت له انها استأذنت ومشيت. وقف جواد وقال بغضب انا قلت مع الوقت هتهدى وترجع تاني تشتغل في المستشفى، لكن دي مع الوقت بتسوق في الغباوة وبقى لازم وقفة ترجع لها عجلها. وعند جويد كانت سلوان قاعدة بتحاول تربط رباط الكوتشي، وجويد قرب منها وساعدها وسلوان شكرته، وجويد قال شكرا نجده بس عاوز ايه مع الشكر، انت ما عملتش حاجة تستاهل عليها اكتر من الشكر، ربطك برباط الشوز ده يعتبر لا شيء قصاد ابنك اللي في بطني بيخبط طول الوقت، وهو كمان السبب اني مش قادرة اوطي واربطه بنفسي. رايحة فين؟ عندي ميعاد مع الدكتورة، كمان هروح لبابا. طب ما عمي يجيلك هنا عشان ما تتعبيش. لا انا زهقانة من قعدة البيت وهو اتمشى شوية، والحمد لله اخر متابعة الدكتورة قالت ان البيبي بقى بخير والمشي كويس. جاويد ضمها لي وقال قالت البيبي بقى بخير والمشي كويس، طب ما قالتش حاجة تانية تبقى كويسة؟ فهمت سلوان قصد جاويد وقالت قالت لي اتغذى كويس علشان صحتي انا والبيبي. نفخ جاويد بضيق وسلوان اتصنعت القلم، وجاويد قال بقلق في ايه يا سلوان؟ البيبي خبط جامد في بطني، واضح ان ابني هيبقى غيور على مامته. حط جاويد ايده على بطنها وقال حن شوية باباك محروم. وفي المستشفى كانت سرية قاعدة بتبص على حسنة اللي رايحة جاية بقلق، قطاهم اخوها اللي جه بسرعة وحضن حسنة اللي طمنته وقالت هيبقى كويس ان شاء الله. اتفاجئت حسنة لما شافت زاهر جاي وراه، وسرية وقفت تسلم عليه بسرعة وقالت هو انت عرفت منين؟ زاهر بص لحسنة وقال قابلت علي قدام داركم وجيت معاه، ان شاء الله ربنا يشفي عم ابراهيم. اتجاهلته حسنة وراحت قعدت بعيد، ولكن بعد وقت خرج الدكتور وقال حالة المريض مش مستقرة والمريض هيفضل في الرعاية على جهاز التنفس، وياريت بلاش تجمهر قدام الأوضة، راعوا صحة المريض. حسنى عيطت وزاهر قال ممكن ننجل عم إبراهيم لمستشفى خاصة. رد الدكتور وقال حالة المريض مش مستقرة وكمان المستشفى الخاصة مش هتقدم له مزايا أكتر من هنا، لكن لو حابين تنجلوه لمستشفى خاصة انتوا أحرار، بس لازم حد يمضي على تصريح خروج المريض من المستشفى على مسؤوليته. زاهر كان هيتكلم بس قطعته حسنى اللي قالت للدكتور لا يا دكتور ابويا هيفضل هنا في المستشفى واي علاج يحتاجه هنجيبه فورا. خلص الدكتور كلامه ومشي، وزاهر اتغاظ من تجاهلها وراح ورا الدكتور واتكلم وقال قول لي يا دكتور ايه حاله عم ابراهيم بالظبط؟ بصراحه حاله المريض حرجه جدا بيقضيها ساعات تقدر تقول بيحتضر. استغرب زاهر وحس بالحزن ووقف سرحان، وجه علي وقال زاهر انت واقف كده ليه؟ انتبه زاهر لعلي وقال مفيش تعال معايا. رجع زاهر لحسنى وقال الدكتور قال ممنوع الوقوف هنا قدام العناية، وكمان محدش هيبات معاه، يعني المفروض تروحوا للدار، واي تطور في حالة عم ابراهيم الدكتور قال هيتصل عليا. وقفت سرية وقالت يلا يا حسنى نرجع للدار عشان اخواتك. قعدت حسنى وقالت باصرار روح انت الدار وانا هفضل هنا عشان لو احتاجوا حاجه. الدكتور قال مفيش حد هيبات هنا، وانا قلت له اي حاجه يحتاجها عم ابراهيم يتصل عليا، بلاش عند هتفضلي فين اساسا؟ هقعد هنا على الكرسي ده. سيب حسنى على راحتها، ابراهيم كان دايما يحبها قريبه منه. وتعالى يا زاهر وصلني انا وعلي وانا الصبح هرجع لهنا. مشي زاهر مع سرية وعلي وصلهم للبيت ورجع لحسنى اللي كان قلقان عليها. كانت حسنى قاعده على الكرسي ومغمضه عينيها، قرب منها وقعد جنبها وقال بهمس حسنى. فتحت حسنى عينيها بسرعه واتفاجئت بوجوده، ولقيته مد ايده بعصير وقال خد اشربي العصير ده يا حسنى. لاول مره تبقى محتاره هل وجود زاهر معاها في الوقت ده حقيقه ولا هي بتحلم، وهتصحى على واقع قاسي.
وفي محل زوج محاسن، وقفت محاسن ترحب بسلوان وقالت: سلوان، كان قلبي حاسس اني هشوفك النهاردة، تعالي تعالي لحضني. حضنتها سلوان، ومحاسن قالت: بنت حلال، رزقك واسع، عمك مجدي جايب معاه شوية ملبس طازة، كمان شوية حلويات، كنت هبعتلك منابك انت والبت حفصة، كويس انك جيتي ووفرتي على عمك مجدي المشوار. جات يسرية من وراها وقالت: اجده يا محاسن، يعني انا ماليش نفس ادوق الملبس والحلويات دي؟ ابتسمت محاسن وقالت: لا يا يسرية، بلاش تاكلي حلويات كتير، وبعدين بناتي عاوزين يتغذوا، سلوان عشان حفيدي يبقى مربرب، وكمان حفصة يا عيني في فترة امتحانات ولازم تتغذى عشان تركز في المذاكرة. انتوا رايحين للدكتورة؟ ايوة الدكتورة جاية، لازم متابعة شهر بشهر، ربنا يسهل وتقوم بالسلامة هي والواد اللي تعبنا من وهو لسه جوه، شكله هيبقى واد شاجي زي ابوه. سلوان اتكسفت، ومحاسن قالت: جربت تولدي ولسه وشك بيحمر من كلمتين، امال عاملة ايه مع جويد؟ لا هي بتنكسف منينا، لكن مع جويد له وضع تاني. يلا بينا يا سلوان عشان ما نتأخرش على ميعاد الدكتورة، وانتوا راجعين بجفوتوا عليا، انا هفوت عليك اخد ملبستين وحتة صغيرة من الحلويات، لكن سلوان هتروح لابوها الاقصر. وبعد شوية في شقة خاصة في مدينة الاقصر، فتح هاشم باب الشقة وابتسم وهو بيرحب بسلوان وقال: الدكتورة قالت لكم ايه النهاردة؟ قالت: الحمد لله الوضع بقى تمام، والبيبي كمان بقى نموه كويس، حتى معايا صور اشعله، غير اللي طبعا طنط يسرية اخدتهم علشان طنط محسن تشوفهم. واضح ان المعاملة اتغيرت بينك وبين مامة جويد. المعاملة اتغيرت مش بس مع طنط يسرية، كمان حفصة، صحيح مش بدرجة كبيرة، بس ما بقتش تقصد تضايقني بتلميحاتها زي قبل كده، يمكن استسلمت للامر الواقع. جري الكلب ناحية سلوان اللي شالته وقالت: ماتيو، وحشتيني كتير، اوعى تكون بتضايق بابا. بالعكس ده بيسليني. بصت سلوان لهاشم وقالت: بابا، مش بتفكر ترجع تتجوز طنط دولة تاني او حتى تتجوز غيرها؟ استغرب هاشم السؤال وجاوب وقال: لا بفكر ارجع لدولة ولا عاوز اتجوز اساسا، كان جوازي غلطة والحمد لله عواقبها ما كانتش كبيرة، لا عليا ولا على دولة، زي ما دخلنا بالمعروف افترقنا بالمعروف. حست سلوان بالحزن وقالت: وهتفضل وحيد كده ومحبوس هنا في الشقة لوحدك؟ بصلها هاشم بحب وقال: مين قالك اني محبوس؟ جويد عمل لي اشتراك هنا في نادي في الاقصر، بنزل العب في رياضه كده على خفيف، واتصاحبت على كذا صديق ليا قريبين من عمري، وكمان مش هفضل وحيد كتير، انا بعد الايام لحد ما تولدي حفيدي وهيبقى هو الونس ليا. عمك صلاح خلاص لقى حته ارض مباني عندكم في البلد، وانا بعت شقه القاهره وبتمنها هدفع تمن الارض وابني بيت صغير علشان ابقى قريب من احفادي. استغربت سلوان وقالت: احفادك؟ هما فين دول؟ ضحك هاشم وقال: اولادك، ولا انت مش ناوية تخلفي تاني بعد البيبي ده؟ لا انا عاوز احفاد كتير اعوض بيهم، مش اما يجي ده الاول يا بابا؟ ان شاء الله هيجي ومعاه الخير والسعادة لينا. تعرفي انا كان نفسي في اولاد كتير، بس ربنا ما قردش، بس اداني انت هدية من اكتر انسانة حبيتها في حياتي. تعرف يا بابا انا نفسي جويد يحبني قد ما انت حبيت ماما ولسه بتحبها، متأكد ان جويد بيحبك، بس انت محتاجة تعقلي شوية وتبطلي تسرع. قصدك ايه يا بابا؟ يعني انا بتسرع؟ ضحك هاشم على ملامح سلوان وقال: ايوة جويد معذور لما مراته تسيب البيت بدون سبب وتسافر لوحدها، لو حد تاني مكانه كان اقل حاجة طلقها، لكن هو علشان بيحبك حاول ينسى. انا شفت لهفته عليك وقت المستشفى وتأكدت انه بيعشقك، انا كنت مشوشة والحمد لله فقت وتأكدت اني بحب جويد بغض النظر عن خداعه ليا باسم جلال اخوه. وفي منزل بليغ دخل جواد البيت بعد ما مدي ايده بورقه وقال لبليغ: خد اقرا محتوى الورقه دي، انا كنت هاجي من بدري بس حضرتك عارف شغل المستشفى انشغلت بيه. قرا بليغ الورقه وقال: ده طلب ايلاف اجازه من الشغل في المستشفى، مش عارف ولا قادر افهم سبب لطلبها للاجازه دي، براءتها ظهرت والكل عرف بيها غير كمان ناصف والدكتور التاني، ربنا وجعهم في شر اعمالهم والاتنين وجعوا في بعض، وهما تجربا اللي تسببوا في دمار بعض مهنيا، وصدر قرار من وزارة الصحة بايقافهم عن ممارسة الطب غير الجواد اللي متهمين فيها، ولسه ما صدرش احكام فيها، يعني مستقبلهم الطب انتهى باسوأ طريقة، والسبب هو نفوسهم الضعيفة اللي بدل ما يستغلوا مهنتهم لصالح الناس استغلوها بشكل يضرهم. إلاف محتاجة وقفة يا عمي، انا من خلال فترة صغيرة اتعرفت على إلاف، عرفت انها شخصية ضعيفة جدا وبتخاف من اجل مواجهة،
إلاف مش بس شخصيتها ضعيفة، كمان هشة جدا، ويمكن أنا السبب، والقضية بتاعت زمان سابت أثر كبير عليها. لا يا عمي، إلاف مش هشة، هي ضعيفة، ومش حضرتك السبب، السبب في دماغها هي وبس. من بعد إذن حضرتك ممكن أشوفها واتكلم معاها؟ هي في أوضتها، جليل لما بتسيبها. ادخل لها، انت مش غريب، انت تعتبر جوزها شرعا. راح جواد للأوضة اللي شاور عليها بليغ، ودخل بعد ما إلاف سمحت لي وقال: مساء الخير يا إلاف. اتفاجئت إلاف لما شافته، وحاولت تدور على حاجة تانية غير البيجامة تلبسها، وجواد قال: على فكرة أنا جوزك، ويحليلي أخدك دلوقتي معايا لدار الأشرف وتمم جوازنا. بس دي عادتك يا إلاف، دايما بتحب تبقي زي النعامة، ووقت الخطر تدفن راسها في التراب. غباء منها، مفكرة بجده إنها مختفية عن العيون، وما عندهاش وعي إن ممكن التراب يخنقها ويتسبب في موتها. ارتبكت إلاف وقالت: قصدك إيه؟ إن كنت جاي علشان تتكلم إني طلبت أجازة فده حقي، أنا حاسة ب... قطعها جواد وقال: حاسة بإيه يا إلاف؟ أنت بتهربي زي عادتك، هو بتخافي تواجهي الحقيقة. لا أنت غلطان، أنا... أنت جبانة يا إلاف، سايبة الماضي يتحكم فيكي، بتخافي تواجهي بسببه، بس ده ضعف وهروب منك، مش بتكسبي منه غير استجلالك من قيمة نفسك، كل ده بسبب شيء انتهى في الماضي. جواكي هاجس خوف، حد يعرف إنك بنت اللص القاتل، هاجس خلاكي عايشة في قوقعة، أنت اللي صنعتي حدودها وخايفة تخرجي براها للنور، حتى ما دفعتيش عن براءة والدك، وحتى لو كان فعلا مدان، أنت مش مسؤولة عن جرايمه، أنت المفروض تفتخري بنفسك وبس، وتقولي أنا إلاف حامد التقي، أنا البنت اللي كافحت لحد ما وصلت إنها بقت دكتورة من صفوة المجتمع. المفروض تفتخري بنفسك مش تخافي، وتتواري خلف قوقعة، هيجي يوم وتخنقك لو ما خرجتيش براها، وأنا ما اقبلش تبقى زوجتي ومولادي في المستقبل شخصيتها ضعيفة، لأن الأم هي الأساس، ولو الأم ضعيفة وبتخاف يبقى هتربي ولادها على الجبن والضعف والهروب من مواجهة المشاكل. خلص جواد كلامه وخرج قدام نظرات إلاف المصدومة، حست وقتها بالانهيار وقعدت مكانها تعيط. دخل بليغ بعدها وقال: أنا اللص القاتل يا إلاف، أنا المجرم اللي دمر حياتك، يا ريتني مت بصحيح. وقفت إلاف وقربت منه وقالت: بعيد الشر عنك يا بابا. ضمها بليغ لي وقال: الشر مش بعيد عني يا إلاف. قطعته إلاف وقالت بندم: أنا اللي غلطانة يا بابا، ما كانش لازم أسكت، وكان لازم أدافع عنك، حتى لو كل الدلائل بتأكد إنك مجرم، أنا ما كانش لازم أسكت، ومش هسكت بعد كده. بس جواد انشرح قلبي بليغ وقال: ماله جواد؟ أنا بحب جواد، بس هو قال لي إنه ما يقبلش بزوجة شخصيتها ضعيفة. مسح بليغ دموعها وقال: أنت مش ضعيفة يا إلاف، هو في يدك تثبتي ده لجواد بالبرهان، إن الدكتورة إلاف حامد التقي أقوى من أي ماضي انتهى. فعلا الماضي اتقفل، ولازم أبقى أقوى بنفسي، وهفتخر إن بنت حامد التقي الموظف العفيف الشريف، ودافع عنه بكل ثقة، إنه الشخص اللي كان من صغري بيتنبأ لي إني هكون دكتورة شاطرة. متأكد إن جواكي شجاعة، آن الأوان تظهر علشان تسترد ثقة جواد.